تقرير لصحيفة واشنطن بوست يرصد تصاعد حوادث العنصرية في تركيا تجاه اللاجئين وخاصة السوريين. لنتابع التقرير. الأجواء تنظر بحالة خطيرة في تركيا في ظل تنامي العنصرية، إذ أكدت صحيفة واشنطن بوست في تقرير نشرته أنه مع تصاعد العنصرية تنقلب تركيا على اللاجئين وسط حملة تحريض واسعة النطاق من جانب مسؤولين بهذا البلد. التقرير أشار إلى حوادث وقعت خلال شهري آب وتموز العام الماضي، عندما حصلت أعمال عنف وشغب، حيث عمد شبان أتراك لتخريب ونهب المتاجر والمنازل والسيارات التي تعود لسوريين على بعد مسافة قصيرة من القصر الرئاسي، في حوادث أظهرت بوضوح مشاعر الكراهية تجاه السوريين خصوصاً. تصاعد العنصرية لم يقتصر على ممتلكات اللاجئين فقط، فخلال العام الماضي تحولت إلى اعتداءات مميتة وهجمات عصابات منظمة على أحياء يقطن فيها سوريون، وهو ما تصفه واشنطن بوست بالتحول الخطير بالنسبة لتركيا. وعلى مدى العامين الماضيين كان اللاجئون السوريون الفئة الأكثر استهدافاً من عمليات التحريض والعنصرية التي ازدادت على نحو مضطرد وغير مسبوق، وجاء ذلك في الوقت الذي دخلت فيه تركيا في ظروف اقتصادية صعبة بسبب سياسات رئيس النظام رجب أردوغان الداخلية والخارجية على حد سواء. من جانب آخر، يشير تقرير واشنطن بوست إلى مخططات أردوغان بإعادة مليون لاجئ سوري إلى بلادهم كورقة حسم في مواجهة انتخابات العام المقبل، وهي سياسة ينظر إليها التقرير على أنها غير عملية وغير قانونية. وتزداد مخاوف السوريين من أن أنقرة قد تعيد العلاقات مع دمشق بشكل كامل، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لمسؤولي النظام التركي وعلى رأسهم أردوغان، الذي تؤكد الوقائع أنه هو نفسه من افتعل أزمة اللجوء بعد أن فتح أبواب الحدود على مصراعيها تعميقاً للأزمة، حدود لم يعبرها فقط السوريون بل عناصر فصائل إرهابية من شتى أصقاع الأرض، بحسب ما تؤكد تقارير من الداخل التركي نفسه. وللنقاش أكثر حول هذا الموضوع من برلين أرحب بالمحامي والمنسق العام لتجمع مصير الأستاذ أيمن أبو هاشم. أهلا بك أستاذ أيمن في هذا المحور من برنامج حديث اليوم. كيف من الممكن أن نفسر اليوم الانعطاف في التصريحات التركية من المهاجرون والأنصار إلى أنه اليوم يجب أن نكون أكثر قربا من جيراننا، يجب أن يكون هناك مصالحة وتقارب؟ كيف من الممكن أن نفسر اليوم الدعم السابق للاجئين السوريين، أن تركيا هي الحامية للاجئين السوريين، وبينما يحدث اليوم من اعتداءات وتصاعد مشاعر الكراهية والعنصرية تجاه اللاجئين السوريين؟ مساء الخير وتحياتي لك ولجمهور القناة الكريم. الحقيقة أحد أكبر المشكلات التي يعني واجهت ملف اللاجئين السوريين في تركيا هو تسييس هذا الملف من عدة أطراف وعدم البحث في السبب الرئيسي الذي اضطر ملايين السوريين اللجوء والخروج من بلدهم إلى تركيا وإلى بقية دول اللجوء، وهي الحقيقة الجرائم التي ارتكبت بحق السوريين والتي يتحمل النظام السوري المسؤولية الكبرى عنها، لأن النظام هو المسؤول عن توفير الأمن والاستقرار للشعب السوري وهذا لم يحصل. وبالتالي لم تكن يعني هجرة السوريين إلى تركيا من باب أو هي كخيار طوعي، وإنما فعليا نتيجة ظروف الحرب واحتدام التدخل عدة أطراف في هذا الصراع مما أدى إلى كثافة هذه الهجرة. لكن المشكلة كانت دائما منذ بداية دخول السوريين إلى تركيا هي عدم وجود تعامل واضح من قبل الحكومة التركية مع هؤلاء اللاجئين. في الفترة الأولى كنا نسمع عن تعبير ضيوف، وهذا حقيقة تعبير أدبي أخلاقي ليس له علاقة بأدبيات أو بالمراكز أو بالمركز القانوني للاجئين وفق اتفاقية اللاجئين لعام 1951. ثم عندما صدر القانون الحماية المؤقتة الذي يشمل لاجئين السوريين ولاجئين آخرين موجودين في تركيا وصدر عام 2014، بدأنا أيضا نلمس جانبا يعني أكثر وضوحا في تحديد حقوق وواجبات اللاجئين، ولكن بعد صدور هذا القانون
لم يتم التعامل معه بصورة يعني الحد الأدنى من التقيد بالأحكام التي وردت في هذا القانون. شهدنا عدة انتهاكات كانت تتم بين الفينة والأخرى بإعادة لاجئين بصورة قسرية إلى الداخل، وبالتالي نجم عن هذا الأمر وإن كان محدود بالفترة الأولى. عدم التزام السلطات التركية بنفس قانون الإقامة المؤقت الحماية المؤقتة الذي أصدرته، لكن اللافت كان دوما بصراحة هو تسييس هذا الملف وإخضاعه دائما لتحولات العملية السياسية في سوريا أو تحول المصالح والسياسات الدول المتدخلة في القضية السورية. واليوم أنا أحمل حقيقة أولا مسؤولية المعارضة التركية التي هي من بثت يعني خطاب الكراهية والعنصرية تجاه اللاجئين السوريين. واليوم النظام التركي أستاذ أيمن يعني هو يتبع نفس نهج اليوم المعارضة التركية، يعني أخذ طريق المعارضة التركية، وكان هناك انعطافة وانعكاس بالتصريحات وبأنه سيعيد اللاجئين، حتى هناك حديث إعادة اللاجئين إلى حمص ودمشق وإلى محافظات أخرى، ويتم اليوم سحب بعض السوريين من تركيا وإعادتهم إلى إدلب. طيب هل هناك برأيك أستاذ أيمن، حضرتك يعني رجل قانون، هل يمكن ترحيل اللاجئين دون ضمانات دولية رغم كل هذه التصريحات بأنه اليوم سيعيد أردوغان مليون لاجئ سوري إلى سوريا؟ أولا الاستجابة حكم يعني حزب العدالة والتنمية لخطاب الكراهية والعنصرية والضغط على اللاجئين السوريين هذا أمر أيضا مرفوض، لأنه عمليا المشكلة أيضا أنه استجابة يعني الحزب الحاكم في تركيا لهذه الضغوط إن كان من لمجارات المعارضة أو للفوز بالانتخابات القادمة هذا يكون على حساب فعلا اللاجئين، لأنه الكلام عن مصالحة وعن عودة طوعية للاجئين أمر غير قابل للتحقق على الأرض بالمطلق، لأنه فعليا الذي ثبت خلال كل السنوات الماضية أن النظام السوري بنيت هذا النظام غير قابل للمصالحة، غير قابل للحوار، غير قابل للتنازلات، لأنه أي تسوية تحتاج إلى تنازلات من كل الأطراف، هذا أمر غير متاح. وبالتالي اليوم من يدفع فعلا ثمن هذه السياسات الخاطئة هم اللاجئين أنفسهم، يعني هم يتحدثون عن عودة طوعية وعن عودة مليون لاجئ، وقبل عدة أيام كدائما في هناك قصف باتجاه المدنيين في مناطق مختلفة، يعني في مناطق الشمال وفي مناطق أيضا مختلفة، دائما المدنيين يتحملون دائما يعني ثمن هذه الحرب، وبالتالي عن أي مكان يمكن أن يعود إليه السوريين في أجواء من العودة الطوعية والآمنة هذا أمر غير متوفر. وكلنا بتنا نعلم جيدا بأنه يعني تسييس كما قلت هذا الملف والتعامل معه لمصالح يعني دولية أو إقليمية هذا أمر أيضا يجب التوقف أمامه والكشف عن خطورته على حياة ووجود اللاجئين وعلى أيضا يعني حقوقهم. للاجئين حقوق إن كان في تركيا أو في أي دولة أخرى، وتركيا تحملت عبء صحيح يعني أعداد كبيرة من اللاجئين، ولكن الاستدارة في التعامل معهم وفي الموقف اتجاه اللاجئين هذا أيضا لا يمكن يعني التعامل معه باعتباره ضمن حدود أو مواقف سيادية تركية، لا، تركيا ملزمة وبقية كل الدول حتى دول اللجوء العربية والدول الأجنبية كل من يستضيف لاجئ هو ملزم باتباع. نعم، هي من فتحت اليوم حدودها أيضا، وهي من نعود للخطاب الذي خرجت به تركيا المهاجرون والأنصار. السؤال الأخير لحضرتك أستاذ أيمن، اليوم على كل الدول التي استقبلت اللاجئين أن يكون هناك أن تحمي اللاجئين السوريين وليس أن تعيد إرسالهم إلى سوريا طالما أن سوريا ما تزال في دائرة النزاع والصراع، مسؤولية من اليوم حماية اللاجئين السوريين في تركيا؟ عزيزتي يعني في نقطة أساسية أنا يعني ضروري أن نقوم بتوضيحها. كل الدول الجوار السوري معنية وملزمة أخلاقيا وأدبيا بفتح حدود أمام اللاجئين، ليس هذا هو المشكلة. إن كانت تركيا فتحت فهذا أيضا جزء أصلا من واجب وواجب الدول الأخرى، ولكن كما قلت المشكلة في تسييس هذا الملف وبمحاولة استخدامه لأهداف سياسية حزبية سلطوية، هذا أمر مرفوض إن كان جاء من تركيا أو من أي دولة أخرى. هذا يتنافى فعليا مع المركز القانوني للاجئين باعتبارهم بشر لهم حقوق مكفولة في القوانين الدولية، هذا ما يجب التأكيد عليه. ونقطة أخيرة أحب أن أضيفها، لا يمكن الوصول إلى السلام حقيقي في سوريا دون أيضا اتفاق كل السوريين إن كانوا المكون عربي أو كردي أو كل المكونات على صيغة حل تكفل حقوق المواطني والديمقراطية للجميع. دون ذلك لن يستطيع أحد تقدم خطوة إلى الأمام، لأنه دون إسقاط فعلا هذا النظام تغيير بنيته ستبقى سوريا مسرحا للحروب وتصفية الحسابات والمساومات الدولية والإقليمية.
نعم سأكتفي بهذا القدر، للأسف هذا ما سمح الوقت لي به. أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به. من برلين المحامي والمنسق العام لتجمع مصير أيمن أبو هاشم، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا لهنا وصلنا لنهاية الحلقة، أشكركم على طيب وحسن المتابعة وإلى اللقاء.